شو ليش لهلا ما فتح دكانته ابو عطا؟ اليوم عرس بنته ابو عدنان. ايه ان شاء الله الف مبروك. اقبال اولادك ان شاء الله. والعيل ابو عدنان خير؟ عجبك امبارح حكي ابو حمدي؟ لك عجبني وبس. هذا ابو حمدي كبير الحاره، كبير الحاره، مو مثل غيره هيك زعزوق الشوك لا صوت ولا صوره. ولك سيدي هي الافراح قايمه على الجهتين وما بتروح غير على اللي بيروح. هلا بدك بيت الصواف يفرحوا وبيت البكواتي يتفرجوا؟ يعني شو يتفرجوا؟ هدول عم يعملوا ويكتروا التانيات، وما عاد حدا سال على المسكينه اللي راحت من كيس حالها. الا ولا الدبور داير لي بكوانه شواربه كانوا تذكروها. دخلك انت ايمت بدك تفرح بابنك عدنان؟ شلون نادر شلون؟ شو يعني بيفرح؟ لك شو انجذبت ابو عدنان؟ لا ما انجذبت، بس اذا بتجيب لي السيره مره ثانيه ابو نادر بدي ازعل منك. لا دخيلك، انا ماني قد زعلك، تصطفل منك لابنك. هلا انا ما بدي افهم ليش حاملين همه؟ لك مالكم شايفيني هدوبي عم طعميهم وصيه؟ لا تنكر نعمه ربك يا رجال، حدا ما بيحب يفرح باولاده؟ لا سيده بيحب بيحب، بس لما اولاده بيكونوا عم يكسبوا قرشهم بايدهم. الكلمه بعقله راضي. السلام عليكم. وعليكم السلام. اروح السباب. وين ابن نادر؟ اشرب لك كاسه شاي. ان شاء الله ضرب يسد ما يرد. شلون عمي ابو حمدي؟ ابو رعد. ابو رعد بذاته بشحمه ولحمه. لك اهلين وسهلين ابو رعد. على راسي يا كبير. امتى طلعت من الحبس؟ شو طلعت ما طلعت؟ هربت يا كبير، هربت. ايه؟ ابو حمدي شو ايه ما ايه؟ هربت وجاي لعندك مشان تدبرني يستر على عرضك. وين بدي دبرك؟ وين هيكروا على البستان عند ابو العاص؟ ابو حمدي شو بستان وما بستان؟ انا جاي لعندك مشان تخبيني هون بشي بيت بالحاره يستر على عرضك. لك هو وين بدي خبيه؟ بالحاره كلهم بيعرفوا بعضهم البعض. اطلع لعند ابو العاص على البستان. طيب خليني حاسب ابو عطا بالاول. انا جاي لهنيك بكره وهنيك بنحكي. طيب مين في هنيك؟ عم بقول لك ابو العاص. روح هلا روح. ماشي يا كبير. سلام. مع السلامه. منيح جيتك هلا. استفيد منك يا براهيم. انا ما كان بدي حمدي يتجوز وفيقة. شو السبب؟ كنت عم فكر اكسر ايده لابو عطا. يو كنت بدي جوز وفيقة لاشرف. ودي وبتساويها؟ وليش لحتى ما ساويها ست خالدية؟ اي لعمة. لعمة بعيونك ولا؟ مشان الله مشان الله ما تاخذيني، بس انا لهلا ما عرفت ليش بدك تجوزي وفيقة لاشرف؟ لانك لهلا ما كنتي تفهمي بشو عم فكر. اي والله يا هند خانوم، اذا بتفتلي الشام كلها ما رح تلاقي حدا يفهم بشو عم تفكري. اي قومي هلا، قومي روحي مع نسوان بيت الصواف على الحمام، وبكره ضروري اشوفك. حاضر. ست خالدية. بدي اعرف كل كلمة عم تنحكى عني، عني وعن غيري، فهمتي؟ ايه ايه فهمت. حاضر. روحي يلا معك. الله لا يتمم هالعرس على خير.